رمضان كريم عبقرة العائلات الموسم الخامس، وحفكركم بالنتيجة. عائلة مسيحة طنطا الغربية 100، عائلة برايا بورسعيد 30. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. عمر وميراي، ميراي وعمر. ميراي هتروح تسمعي أغنية تهدي أعصابك، وإن شكلك متوترة وقلقانة كده يا كرولوس، دب صوتك اتفضلي، اسمعي أغنية وارجعي لنا تاني. تعالي يا عمر مكاني. عمر، حد دربك في تحت الضغط؟ الموسم اللي فات الموسم ده برضه. مين؟ أختي سنين كانت بتسألني وأنا أول ما قلت أختي دورت وشها الناحية التانية. بتنسى وبتخلي مسؤوليتها، الاتنين مع بعض. طيب الأسئلة مش صعبة، المهم يبقى كلنا ثقة كده. مراي مبسوطة من الأغنية بس مغضوطة برضه، يعني هي قاعدة بتسمع أغنية وهي قلقانة. هنشوف لما ترجع. تحت الضغط كاونتر. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم تيمور وشفيقة؟ عمر خيرت. صح. في أي دولة خليجية تقع مدينة حائل؟ الأردن. غلط. ما هو اسم المذبحة التي قتل فيها محمد علي المماليك عام 1811؟ مذبحة العلا. صح. عفريت لكل مواطن هي مسرحية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ في الحكيم. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة إندونيسيا؟ جمهوري. صح. فنانة قامت بدور فرح في فيلم سهر الليالي، فمن هي؟ صبرين. غلط. ما هو ضعف الرقم 88؟ خاص. ما هو رمز كيميائي العنصر الدروديوم؟ آر. غلط. من أي حيوان يستخرج المسك؟ المسك من الغزال. صح. ما هو النادي الأكثر فوزاً بكأس مصر كرة القدم عام 2022؟ صح. برافو عليك، خطفت الأخرانية دي. يا ترى الأخرانية دي كانت جوه الـ 45 ثانية ولا لأ؟ نرجع للفار نتأكد، نشوف الإجابة الأخيرة جوه الـ 45 ثانية ولا لأ؟ في الثانية الأخيرة. كم إجابة صح؟ محددتش صح. خمس إجابات صح، وكان ممكن تجاوب واحدة كمان. واحدة 88. مش وحش، مش وحش. تفضل مكان سليم. عايزين ميراي تنضم لينا. وقلت لك العشر أسئلة كاملين فده كويس. يعني كان في سؤال بالصدفة كنت أتمرر عليه امبارح. بالصدفة. ميراي، عايز تعرفي عمر عمل إيه ولا لأ؟ لا. هقول لك معلومة واحدة بس، أنا قلت العشر أسئلة كاملين والأسئلة مش صعبة. تمام. اتفقنا؟ تحت الضغط كاونتر. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم تيمور وشفيقة؟ علي حجار. غلط. في أي دولة خليجية تقع مدينة حائل؟ سعودية. صح. ما هو اسم المذبحة التي قتل فيها محمد علي المماليك عام 1811؟ صح. عفريت لكل مواطن هي مسرحية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ فوز. ما هو نظام الحكم في دولة إندونيسيا؟ جمهوري. صح. فنانة قامت بدور فرح في فيلم سهر الليالي، فمن هي؟ منى زكي. غلط. ما هو ضعف الرقم 88؟ فوز. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الدروديوم؟ أر. إيه؟ غلط. من أي حيوان يستخرج المسك؟ ثعبان. التعبان مستخرج منه السم. المسك دي جديدة. أنا قلت أي حاجة مستخرجها وخلاص. لا، الغزال مش التعبان. تفضلي مكاني. كم إجابة صح؟ اتنين. تلات إجابات صح من 9، وعمر معايا 5 إجابات صح من 10. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. عفريت لكل مواطن هي مسرحية الأديب مصري راحل، الراحل لينين الرملي. السؤال السادس، فرح في سهر الليالي ما كانتش منى زكي، كانت حنان ترك. ما هو ضعف الرقم 88؟ 176. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الروديوم؟ انت قلت ار، هي ار اتش. هي دي الاسئله اللي ما تجاوبتش. كلنا نحيي عمر وميراي، ميراي وعمر، اتفضلوا. النتيجه اتغيرت، قالت برايا حسنتوا السكور شوية يا عمر. برافو يا عمر. كنتوا كام؟ 30. 30 وكم إجابة صح؟ 5. 5 و10 نقط دية يبقى 65. بقيتوا 65. ميراي كنتوا كام؟ 100.
وتلات إجابات صح بقيته 115. 115 و 25 كام؟ 140. 65 و 25 90. ترجعوا تاني في المباراة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لعيلة واحدة بس. أول اثنين تسنيم وكرولوس، وهاتوا معاك ورا وقلم. كرولوس وتسنيم. السؤال الأول، حل المسألة الآتية: 15 زائد 15 في 3 زائد 50 يساوي كام؟ 110. الهدف الأول هاردك يا تسنيم، برافو عليك يا كرولوس، هدف بلا مقابل. اتفضل يا باشمهندس رضا والدكتور فيكتور، هدف بلا مقابل، محتاج تتعادل يا باشمهندس. السؤال اللي جاي فنون، عن فيلم قديم. السؤال التاني فنون، فنان راحل قام بدور حمدي في فيلم صوت من الماضي، فمن هو؟ صوت من الماضي. يحيى شاهين؟ مش يحيى شاهين. إجابة خاطئة. بطولة إيمان، أمينة رزق، عبد الوارث عصر، ونادية الشناوي، مين يا ترى؟ نقول خمن. مش هتخسر حاجة. مين؟ نقول محسن سرحان. محسن سرحان ولا شكري سرحان؟ ولا شكري سرحان. إجابة خاطئة. مين بقى؟ أحمد رمزي. نهار أبيض. يا نهار أبيض، بالظبط كده. مدام غادة ودكتورة نسرين، دكتورة نسرين ومدام غادة. السؤال اللي جاي صعباني. ليه؟ لأن احنا لازم ناخد إجابتين مش إجابة واحدة، ولازم الإجابتين يبقوا مطابقين بالظبط. تمام. لأن الدكتور فيكتور والمهندس رضا هيبقى عندهم إجابة هما كمان من غير ما تكتب. هضيعهم. أنا هضيعهم. لا لا، ده الموضوع هيعجبك قوي، بس استنى. السؤال الثالث معلومات عائلية، احنا بنهدي النفوس. ايوه واضح. ايه اكتر ميزة في جوزك وايه اكتر عيب في جوزك؟ انا عايز ميزة وعايز عيب، والجميل ان جوزك هيعترف بالميزة وهيعترف بالعيب. اما النقط هتروح. لا، اولا كلمة مفيش دي مش هتتحسب، فانت ما عندكيش اختيار غير انك تكتبي، لازم. تمام كده، بقى عندنا ميزة وعندنا عيب. باشمهندس رضا، من وجهة نظرك ممكن مدام غادة تبقى قالت ميزتك ايه وعيبك ايه؟ انا اقول العيب. انت عارف العيب على طول. انا عارف العيب ويعرف اكيد. ايه هو؟ عصبي. برافو عليك، هو معترف وعارف كده. خدت نص هدف، عايزين نكمل الهدف بقى. الميزة ممكن تقول ان انا كريم يعني معه. لا، هي شايفة انك طيب مش كريم. لا، في فرق ما بين الكريم والطيب. لا، هو طيب جدا، اللي هو بالنحية كله الطيبة والعصبية. طيب، يبقى يعني نص معنا هدف. في كله، معنا في كله. هنروح دلوقتي للدكتور فيكتور. عندنا حاجتين، هما ايه؟ ممكن تكون شايفاني حنين شوية، الميزة يعني، والعيب في عيوب كتيرة، بس ممكن تكون شايفة ان انا برضو في شوية عصبية. لا، هي مش شايفة انك عصبي، شايفة انك مشغول على طول. هو ده العيب، انك مشغول دايما. يا دكتور، الاهتمام الاهتمام الاهتمام، مش عايزين مشاكل ارجوك. حاضر يا فندم، شكرا على تهدئة النفوس يعني. احنا بنهدي النفوس جدا، ولما نرجع البيت هنتفاهم في الموضوع جداً. ده هتصل هتصل بحضرتك. شايفاك طيب يعني هي شايفاك طيب، فدي ميزه جميله جدا، زي ما برضو مدام غاده شايفاك طيب، مش عارف، دي برضو ميزه جميله. ولكن دكتور فيكتور عصبي شويه، بس واضح ان مدام نسرين مستحملاك.
فده احساس جميل. لا هو طيب بشكرك عليه. هارد لك مش قادر احسبها اهداف، ولكن عرفنا حاجات مهمه عن عيله برايا وحاجات مهمه عن عيله. بس انا قلت واحده صح من نص هدف. عايزه نص هدف. اتفضل ميراي وعمر. عمر وميراي هنشوف ايه اللي هيحصل. عمر ما عندوش اختيار غير انه يتعادل. ميراي لو جاوبتي صح رجعتي ب 25 نقطه، لو عمر جاوب غلط برضه رجعتي ب 25. السؤال الرابع معلومات عامه، من هي المهندسه العربيه التي صممت مركز روزنتال للفن المعاصر بأمريكا؟ روزنتال كونتمبرري آرتس. المبنى اتبنى 1939. زها حديد؟ طبعا زها حديد. انا عارف حديد بس مش فاكر اسمه الاول. هارد لك. هو عارف حديد ونسي زها. ده اول بناء من تصميمها في امريكا في ولاية اوهايو سنة 1997 لما أعادوا تجديده. أكيد عمرك ما هتنسى إن اسمها زها. زها حديد. هارد لك يا عمر وميراي، هارد لك وجود لك. رجعت لهم ب 25 نقطة. 140 عيلة مسيحة، 65 عيلة برايا. طبعاً عيلة برايا ما عندكوش اختيار غير إن أنتوا تجاوبوا على الأربع أسئلة. في عجلة الحظ مش سهلة بس حصلت قبل كده، فالأمل هيفضل موجود لما نشوف هيحصل إيه مع السؤال الأول. خلينا نشوف. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 75 نقطة فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 37500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 102500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. هذا البرنامج برعاية